حوسو في المدينة العربية في المهدية. حبينا ندخل بحث سي عز الدين اللي هو في نفس الوقت نساج وبوينت فونت معناتها يبيع. دونك هو اليوم نلقاوه بصدد نسج الحريم نتاع العروسة المهدوي المعروف. دونك باش ناخذوا معاه فكرة. سي عز الدين اهلا وسهلا بك. عاش خليك. يعيشك ربي يفضلك. وبيك عاش. جينا بصدد دونك نلقاوك عندك حريم بين يديك لهنا نتاع عروسة. اي. تو في العاده سي عز الدين احرام العروسه ساعه قل لي الخيط نتاعو حرير كيفاش تعملوه شنو الماتير؟ مع خيط الفضه هذايا وفما وخيط مغلف كوش دوري يعني. اي خوش دوري. هذوما في العاده سور كوموند. النسيسير نتاع الرزي الاحمر عندك الخيط الابيض والاحمر والاكحل والاخضر هما موجودين والفضه قلت لك عليها. هذوما الباز نتاع الخيط هذايا. الخيط هذوما الالوان هذوما هما الباز نتاع الحريم العروسه اللي هي تتفرد به في المهديه كونه يعني بالموتيف يعني بالخاتم الخاتم يمشي بالخاتم الخاتم يعني كي يكملوا الخواتم توصل الوسط بعد ترجع بيه عندي الوصيه وصيه كحله هو طوله 5 متر الحرام. سي عز الدين على حسب اللي شفناه احنا اللي موتيف الحقيقه اللي فيه خدمه وتقنيه كبيره برشا وتركيز اون بلوس حسابات كما قلت. ايه بالحساب. العادة قديش على حسب هكا قديش يشد الحريم العروسة؟ انت والخدمة انت وشنو ترسم في النول يعني. انت شنو الوقت اللي تقعد فيه؟ انت والموتيف. انا يطلب وقت خش. هذايا ساسوفا شارجي شوية بالاشكال سي عز الدين. والله كي تقعد معناها تخدم مع 8 10 سوايع نجم تقعد فيه 20 يوم. كي تقعد معناها تخدم اقل يولي ياخذ لك وقت اكثر. معناتها وقت اللي انت تجيك كوموند نتاع حريم عروس لازم تتفرغ تقريبا تماما للحريم. المهم مازالت معناتها العرايس في المهديه محافظين معناتها على الحريم هذايا وما تخرجش عروسه بلاش هكا ولا؟ يعني في الصيف فما طلب. وحنا نخدموا على طول العام. والحمد لله. شنو الحرير يعني مفقود شويه يعني. الحرير مفقود. معناها كي يبدا مفقود يولي معناها بالصيف معناها تشري يعني تشري غالي. مما يأثر حتى على الثمن نتاعو معناتها. سي عز الدين يعطيك الصحة وربي إن شاء الله يمتعك بصحتك خاطر الخدمة هذيا تحب لها طول نفس وجيش وفنان نقول أنا هكا ولا سي عز الدين ما تحسش روحك فنان كما أي رسام باش يرسم حاجة. خدمة طلب كاك وينك؟ هاي أو توجيه هذا يوريك خدمة أخرى يخدم في. إيوش؟ هاي سي عز الدين الله المستعان. وربي يبارك لك ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك.